هل كنت تريد قول شيء سيناتور فيلابيوس؟ يا عالي المقام سيجانوس، أيها الرئيس المحترم، طوال تاريخ هذا المجلس لم يطلب منا طلب مشابه لهذا بتاتا حتى الآن، ولكنني أعتقد أن إقرار هذه المادة القانونية وملحقاتها بناء لمفاد الرسالة ليس له قالب عرفي أو قانوني. ما رأيكم؟ أليس هذا صحيحاً؟ نعم صحيح، أنا أؤيده. أجل، كانت ملاحظاتك في محلها. هذا الكتاب يفتقد لأي شبيه تاريخي، لكن في الحد الأدنى فإن هذا القانون لا يأتي بأي ضرر على القوانين السارية المعمول بها في الإمبراطورية، في إمبراطوريتنا. أنا أعرف جيداً كل القوانين الدينية المتعلقة بحقوق المواطنين في روما والمستعمرات بشكل جيد جداً، لذلك أنا لا أرى تناقضاً في ذلك. ليس هناك أي تناقضات. عليكم أن تفهموا أن ما يقصده حاكم فلسطين واضح كالشمس في هذا الكتاب. قد تكون هناك فئة قليلة تريد افتعال أعمال شغب وإثارة البلبلة، وذلك بذريعة الدفاع عن كاهن أو زاهد منزو. وهذا الشخص المدعو عيسى الناصري لا يريد لأحد أن يسميه الله أو ابن الله. هذا الاحتمال ليس بعيداً جداً، أليس كذلك؟ ولكن المجلس يريد أن يعلم ما هي الضرورة القانونية لتدخل الحاكم ضمن نطاق المعتقدات الدينية لشعب من شعوب مستعمراته. إن الحاكم يعمل ضمن مسؤولياته المصرحة له في قانون الوظائف. لقد قام بإرسال هذا الكتاب حتى يطلب من مجلس الشيوخ أن يمنع الهرج والمرج الديني والجنوني في أنحاء البلاد الذي عم في الفترة الأخيرة. الهرج والمرج حصل في أقل مستعمرة هادئة في روما، أي في فلسطين. يا عالي المقام سيجانوس، إن قلق روما هو من هذا الجانب بالتحديد، فإن أي خطوة غير مدروسة من الحاكم يمكن أن تؤدي إلى أضرار وخيمة وغير قابلة للتعويض لموقع روما وفلسطين المتزلزل أساساً. يا عالي المقام، ليس هناك أي قلق أيها السيناتور. بالنسبة إلي شخصياً، فإن القائد بيلاطس يمثل لي نموذجاً كبيراً ومهماً للدراية والحكمة وكذلك للفكر. قل لي يا جناب الكومودوس، هل تؤيدني أنت في استنتاج هذا أم لا؟ ممكن، نعم ممكن جداً، نعم. فإذا من الواضح أنه ليس لدى مجلسنا الكريم في هذا اليوم أي دليل مقنع لرفض طلب الحاكم الموقر، لذا أطلب من جميع الموافقين لإقرار هذا القانون أن يرفعوا أيديهم. إذا تم إقراره. أن يعيننا نحن المساكين. أنت يا سيد ارحمنا. حتى الرب لا يرحم المتسولين أمثالكم. ماذا يقول؟
نحن لسنا متسولين، نحن تعرضنا لمصيبة. نحن مزارعون، جئنا من كفرنحوم إلى هنا حتى نقول لكم إننا تعرضنا لعذاب كبير في مقاطعتنا. الأفات والحشرات قضت على محصولنا، لقد قضي علينا. ربما رب العبرانيين قد نسينا. لا تكفر يا ولدي. وما نستطيع فعله؟ نحن خدام الشريعة، وواجبنا هو تفسير الكتاب المقدس، وليس الحرب مع الآفات الزراعية المتفشية. ربما، نعم، من المؤكد أنكم ارتكبتم معصية ما حتى غضب الله عليكم. بالتأكيد حدث ذلك. معصية؟ ماذا تقول؟ اسمع أيها الرجل الدنيء، توقف. أنا سوف أذهب إلى هناك. اذهب وأتي بالحبال. سيدي سأقوم بما وأنت طلبت. ابحث عن الأخشاب، لا تنسوا الأعمدة. انتبه جيدا، ستنتهي الأمور كما خططنا لها. انظر إلي. انتظر قليلا، أطفالنا جياع. ما هؤلاء الكهنة الذين يأخذون منا الضرائب ما دامت زراعتنا مستمرة، ويعدوننا في مقابل ذلك بالرحمة الإلهية الكبيرة، ولكن ما إن يذهب محصولنا حتى يقولوا إن هذا غضب إلهي؟ ماذا تعني بذلك؟ ألا يوجد أحد هنا يسمع شكوانا؟ اسمع بني، أقسم بهذا الهيكل أنني سوف أخبرك بالحقيقة. مواجهة الآفات والمصائب السماوية والأرضية لا دخل لنا فيها على الإطلاق. والآن اترك ثيابي أرجوك ودعني أذهب. كان علينا أن نثق بهؤلاء الكهنة المخادعين منذ البداية. أرأيت؟ قلت لك نحن نضيع وقتنا ولم تصدقني. شمعون، ساعدنا يا أخي. ماذا حدث؟ لما أنت مضطرب هكذا؟ شمعون، أنت تعرفنا جيداً. إذن بحق إلهي هذا الهيكل المقدس، أرجو أن تسمع كلامي يا شمعون. أنا أسمعك. وضعنا في غاية السوء، لقد ضربت الآفات محصولنا، نحن في ورطة كبيرة، أرجوك ساعدنا. أنا أيضاً بشر مثلك يا أخي، لا أستطيع أن أفعل أي شيء. ولكن هناك شخص ربما يستطيع أن يفعل لك شيئاً. إنه هناك. تقصد النبي الجليلي؟ وهل تعرفه؟ أيها العظيم، أوقعتنا الآفات في ورطة، ليس لدى نسائنا وأطفالنا طعام، وليس لدينا علف لمواشينا أيضاً. نحن نموت يا سيدي. كنت أود أن أفهم شيئاً ما. ما هو؟ هل هذا الرجل هو الذي يتحدثون عنه؟ الكهنة يبغضونه كثيراً. الكهنة؟ الله لا يتجاهل عبداً دون سبب معين، والسبب هو معصية الإنسان لله، والمعصية نتاج لجهل الإنسان. هذا العقاب هو نتيجة لمعصية كنتم قد ارتكبتموها حتماً. ولكن أي معصية؟ خدعة الشيطان انطلت عليكم
بأني أكثر من إنسان. وما ذنب هؤلاء الأطفال؟ كم بقي من الوقت لحصد الزرع؟ 20 يوما. نعم. يجب أن تصوموا 20 يوما. ربما رحم الله أطفالكم الجياع. أيها الناس، هل سمعتم ما قاله المعلم؟ يجب أن تعودوا جميعاً إلى كفرناحوم، وتقولوا للناس جميعاً إن عيسى الناصري النبي الجليلي قال إنه يجب أن تصوموا لله 20 يوماً. ارجعوا إلى كفرناحوم. ارحمنا يا رب، ساعدنا. أرجوك يا معلم، تعال واسأله بنفسك. وماذا علي أن أسأله؟ ربما ابن مريم استطاع أن يقول لنا على يد أي قديس سيتم استكمال هذا المعبد ومتى ذلك. ابن مريم؟ ذلك الرجل لا يعلم شيئا عن علم الغيب. هل فعلاً صدقتم أن هذا الشخص هو مثل داود النبي؟ ولكن الجميع هنا يقول إنه نبي. لقد كانوا يقولون ذلك عن ابن خالته أيضاً، إنه نبي. حسب ما فهمت وإن لم أكن مخطئاً، إن كلامك يعني هدم هذا المعبد المقدس. قل لنا أيها النبي الجليلي، ما الإثم الذي اقترفه بني إسرائيل حتى أمر الله حسب قولك أن يدمر الهيكل المقدس للنبي سليمان؟ نعم، لن يوضع حجر على حجر في هذا المكان إلا وسقط على الأرض. ولكن الأنبياء السابقين كانوا قد بشرونا بأن أرض هذا المعبد الذي نحن فيه سوف يتبرك بقدوم المسيح النبي الموعود. نعم، ولكن بعد الدمار الهائل الذي سيصيب هذا المعبد على يد الأغراب من الشريعة المقدسة، فالتوراة أيضا ذكرت ماذا سيصيب هذا المعبد بالتحديد. ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك إن هذا المكان سيكون قبلة لأمة النبي الموعود، ذلك النبي الذي سوف يأتي من بعدي. إن قوة المواد في هذا المبنى والدقة الهندسية هنا أفضل من المعبد الذي بني في عهد سليمان، فمع كل ذلك من الذي يملك هذه القدرة المهولة في هذا العالم حتى يتمكن من هدم هذا المعبد الضخم؟ وأنا أعود وأقول لكم إن هذا المعبد سوف يهدم ولن يستطيع بنو إسرائيل بناءه ثانية أبداً. تعال وانظر. يا إلهي، ولا تتراجعوا أبداً عن تنفيذ أوامر الحق. إذا ما هربتم من الله فسوف ينزل عليكم عذاباً عظيماً،
لماذا كل هذه الأنانية والحقارة؟ لماذا يعبدون العجل؟ جبلكم سوف يهدم كلياً ومعبدكم سوف يحترق تماماً. الظلم سوف يؤدي بكم إلى التهلكة والأيام سوف تقودكم إلى مستقبل أسود. لديكم حديقة ولكن حديقتكم من دون ثمار. لديكم أمة ولكن أمتكم مشتتة. عينكم هي عين طبيعية ولكن من دون ضياء. كلامكم كلام طبيعي لكنه كذب. عاجلاً سوف تغرقون في شر أعمالكم وتقعون في أيدي العدالة. يدكم يد طبيعية ولكن من دون أي صوت. دينكم دين طبيعي لكن من دون رب. إن نهاية نشر الفساد والظلم ليست إلا العذاب والتشرد. لا. ما الحدث المهم الذي جعل مساعد الوفي يأتي إلى هنا في هذا الصباح الباكر؟ سيد بيلاطس، إن البروكونسول فيليكس ممثل الجنرال ويتيليوس هنا ويريد أن يلتقي بكم. فيليكس؟ فيليكس؟ إنه ممثل ويتيليوس. لم تعرف منه سبب زيارته المفاجئة لنا؟ لقد سمعته يتحدث عن أمور تخص نبي الجليل ذاك. أعتقد أن الضجة الحاصلة من ظهور هذا النبي قد وصلت إلى حدود بلاد ما بين النهرين. لا، لا أظن أن هذا هو سبب زيارته. فأنا أعرف ويتيليوس حتى أفضل من والديه. في آخر مرحلة من مراحل الحرب الإمبراطورية مع دولة جرمانيا كنا نخدم معاً في فيلق واحد. دعني أقول لك السبب. الموضوع الذي يقلق فيليكس إلى هذا الحد هو سيل النقود الهائلة التي تنساب كل سنة من معبد أورشليم باتجاه رئيسه ويتيليوس. هذا هو السبب فقط. والآن لا أدري إلى أي حد تعرف عن ويتيليوس. ليس كثيراً. كل ما أعرفه أن الجنرال ويتيليوس كان يقود اللواء 12 في المستعمرات الآسيوية للإمبراطورية العظيمة منذ سنوات طويلة، واستطاع أن يخمد بنجاح عدة ثورات في أنطاكيا وآشور أيضاً. إن حزم هذا الرجل أصبح مضرب أمثال للجميع. حزم؟ حزم؟ برأيي أظن أنه يستحق لقب قاطع طريق شهواني. هذا ما يستحقه. إنه قلق من صندوق ذهبه الفارغ ومن هيبته المزيفة التي يخاف أن يقترب أحد منها، ولذا تراه يبحث عن الذرائع. والآن أي ذريعة أفضل من عيسى النصيري؟ أظن يا سيدي أن الإجراء العاجل لفيليكس مرتبط تماماً بهذا الموضوع وهذا الشخص أيضاً. إجراء عاجل. ذلك الأحمق. إنه لا يعرف طباع وعادات أهل هذه المنطقة. إجراء عاجل. سيدي أرجو بأن تسمح له بأن يقوم بالإجراء الذي يحبه ويراه مناسباً. جيد جداً. أنا موافق على ما تقول، فليفعل. ولكن دعه يقابل عيسى حتى يفهم ماذا يجري. والآن دعه يدخل. البروكونسول فيليكس ممثل القائد ويتيليوس من اللواء 12 الخاص. أهلا وسهلا بك يا جناب بروكونسول فيليكس العزيز. في الظروف المزرية لهذه البلاد الملعونة يعتبر شرفا كبيرا استضافة ضيف كممثل ويتيليوس الكبير، ولا تعتبر بالنسبة إلينا أقل من إمضاء العطلة الصيفية في روما. ولكنني لست هنا من أجل النزهة، ومع ذلك أشكرك على حسن الترحيب بي. في
في الحقيقة أيها القائد، إن أخباراً مقلقة ومزعجة جداً هي التي دعت قائدي الجنرال ويتليوس لإرسالي إلى هنا بشكل عاجل. أخبار مقلقة جداً؟ جناب فيليكس العزيز، أنا شخصياً لا أعتقد أنه بدء من دمشق وحتى هنا يوجد منطقة أكثر هدوءاً من هذه المنطقة. إن هدوءها يشبه هدوء المقابر. لا، التقارير تفيدنا بالعكس. كل الأشياء التي تحدث تنذرنا بوقوع تمرد قريب وخطر، بل أكثر، إنها ثورة شعبية من اليهود على الجيش الروماني. ثورة؟ على الرومان؟ وهنا؟ لا لا يا حضرة البروكونسول، أنتم مخطئون. بصفة الحاكم العسكري وممثل القيصر تيبيريوس أطمئنكم بأنكم لن تجدوا هنا سوى مجموعة من الرعاع المشتتين، وستجدون حكومة نحو الزوال ومطيعة للإمبراطورية. لا لا، فهذا ظاهر الموضوع. لقد أشيع بين الجميع أن عيسى الناصري ينوي إعلان نفسه ملك بني إسرائيل. إذن فلقد وصلت هذه الأخبار إلى هناك. عجيب، يا للسخرية. كنا نعتقد أنه لا يوجد في كل أرجاء الإمبراطورية من يعتقد بالخرافات إلا أهالي اليهودية المجانين، ولكن يبدو لي أن هناك الكثير ممن يعتقد ويؤمن بالخرافات. طالما أن حدود الاعتقاد بالخرافات عند الناس لم تتعدى شفاء العميان والطرش أو حتى أحياء الموتى، فسياستنا هي الحياد وعدم التدخل. ولكن عندما يصل الأمر إلى تحريض الناس ودعوتهم للتمرد والثورة على التاج والعرش، فالأمر يصبح مختلفاً. إلى أي حد اطلع الجنرالات على هذه القضية؟ أكثر مما تظن، ولذا أنا أرسلت إلى هنا كي أرى عن قرب ما هي الإجراءات التي اتبعتها. فكل شيء هنا ينذر بوقوع تمرد قريب. إن كل تجمع أو شغب يحصل في أي نقطة من أرجاء اليهودية بسبب عيسى الناصري يواجه برد فعل قوي من قبل القوات الرومانية. هذا الأمر صادر مباشرة من قبل مجلس الشيوخ. هكذا إذن. والآن أخبرني، هل تعرف ما هو عدد الجنود العاملين هنا تحت إمرتك؟ أدريان. سيدي، مجموع العدد هو 800 جندي، وهم يمثلون فوجاً واحداً من القوات. طبعاً مهمة هذه القوات هي حفظ الأمن في أورشليم فقط. فوج واحد من القوات، هل هذا كافٍ؟ وما هي القدرة القتالية لجنودكم؟ هل هم متمرسون في الحروب أم مبتدئون؟ هل هم مرتزقة أم مواطنون رومانيون؟ كل قواتنا في اليهودية تصل إلى 3000 جندي، الجميع من المتمرسين، وأغلبيتهم الساحقة من أهالي السامرة. السامريون، برأيك هل هم أهل ثقة؟ من المؤكد أنكم على علم يا ضيفنا العزيز بأن أهالي السامرة هم ميالون أكثر للانضمام إلى الجيش خلافاً لليهود، والسبب هو الخصومة الدينية فيما بينهم. فالجنود السامريون هم على استعداد لقتل النساء وحتى لقتل الأطفال اليهود عند حصول مواجهة مع المتمردين، أنا متأكد من هذا. فليس هناك أي تهاون من قبل تجاه هؤلاء الأوغاد. من واجبك أن تنهي هذه التوترات بعيداً عن التعصب العرقي الذي تشعر به تجاههم بأي طريقة ممكنة. قل لي، أين هو الآن؟ في أورشليم. تقصد في المعبد؟ يمكن إيجاده في تلك الأطراف إن كنت ترغب. يمكننا أن نرتب للقاء بينكما. لا حاجة لذلك، أنا ذاهب إلى هناك. بالمناسبة، سؤال آخر، وإن بدا مضحكاً بالنسبة إليك أيها القائد، هل من الممكن أن تؤثر أفكار هذا الواعظ المتجول على قلوب وأفكار المواطنين الرومانيين أيضاً؟
لا أستبعد بأن تكون شهرته قد تعدت حدود فلسطين أيضاً وقد تعدت، كما أنه قبل ظهور عيسى بفترة تسللت عقائد أتباع الزردشتية وأتباع المنية إلى داخل أراضي هذه الإمبراطورية، وهذه حالة استثنائية لأن أعداء عيسى يدعونه بالساحر. عما تتحدث؟ يجب أن أعترف يا جناب البروكونسول أنني لم أتعرض للضغوط إلى الآن مثل ما تعرضت لها بسبب هذا الرجل. أليس من الأفضل أن ننهي هذه المسرحية بقتله؟ أعضاء مجلس المحكمة العليا فكروا بهذا الأمر قبلنا ووضعوا خطة لقتله، حتى إنهم طلبوا مساعدتنا لأنهم لم يتجرأوا على القيام بهذا العمل لوحدهم. مما كان خوفهم؟ يخافون من الناس. هكذا إذن. أنا سوف ألقي القبض عليه. وبأي تهمة؟ إن الجنود التابعين لفوج قلعة أنطونيا هم تحت إمرتك متى أردت القيام بذلك. كلا، لا داعي لذلك. سوف أذهب إلى هناك مع جنودي في أقرب وقت. موضوع آخر. إن أورشليم ليست بهذا القدر من الملل كما يقال. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا صديقي العزيز. عالي المقام، عالي المقام، ماذا هناك الآن يا جناب أخزيا؟ يبدو عليك القلق الشديد. عيسى ورجاله يملؤون ساحة المعبد. ماذا نفعل يا عالي المقام؟ ما هي الأوامر؟ أوامر؟ لقد فكرت في ذلك. لا تقلقوا أبداً يا سادة المحكمة العليا. ولكن كيف تريدنا ألا نقلق يا سيدي؟ أم أنك تنوي أن تركع وتسجد له هذه المرة في ساحة المعبد وأمام جميع الناس؟ أتوسل إليك يا سيدي، أرجوك أن تلتفت إلى تردي الأوضاع لتضع حلاً. فأنت نائب هارون، أنت سلطان معبد سليمان، لا تسمح بأن تهان عظمة الكهنوتية والشريعة أكثر من هذا على يد ربيب النجار المتجول ذاك. وصل الأمر إلى درجة من السوء حتى صار الرومان يسخرون منا. يا ليتني مت ولم ترى عيناي يوما كهذا اليوم المشؤوم. إنه يوم تهان فيه هيبة الكهنة ومجلس المحكمة العليا على رؤوس الأشهاد. حتى روما شككت بنا. روما؟ إن روما ليست فقط هذا القائد الغبي الذي لا يرى أبعد من أنفه. إن روما هي حليفة قوية لنا، لكن بشرط أن نعرف الطرق والأساليب المناسبة للتعامل معها. لكن يا عالي المقام قيافة، الممثل الرسمي الوحيد لروما هنا هو بيلاطس. صحيح يا إلهي، العساكر. العساكر؟ العساكر؟ ما هذا؟ ما الذي يحدث هنا؟ ما الذي يحدث يا سادة؟ لقد قمت بطلب المساعدة من أحد القادة الإمبراطوريين الأكثر قوة من الذي هنا. جناب روبين. نعم. قم بالشرح لهؤلاء. أيها السادة، لقد حان الوقت أخيراً لكي نقوم بالاستثمار على أركان قيادة الرومان في أشور وبلاد ما بين النهرين. هذا غريب.
من المؤكد أنكم لم تنسوا الجنرال ويتيليوس المنافس الحاقد لبنتوس بيلاتوس، وهو مدين بالهدايا الكبيرة الصادرة من خزينة المعبد المقدس منذ سنين. دعني أستوضح يا جنب روبين، كيف استطعتم بكل بساطة، قبل 10 أيام أرسلنا إلى ويتيليوس أنه إن لم يستطع حليفنا الروماني من القيام بدعمنا، نتأسف من إبلاغه بأن المعبد سيصبح بكل أسف غير قادر على الاستمرار بإرسال الدعم المادي له. والنتيجة؟ النتيجة؟ ليلة البارحة البروكنسول فيليكس دخل مع نخبة قواته إلى منطقة أورشليم. فيليكس؟ ومن يكون فيليكس هذا؟ ومن يكون هذا الشخص؟ إنه المساعد الأكبر وعين وأذن ويتيليوس، وهو يشبه مولاه. إنه أحد الأشراف الرومان اللاهثين وراء الشهوات، ولكن خلافاً لبيلاطس لم يحصل على منصب القيادة بسبب كفاءته، بل بسبب الموقع العائلي الممتاز الذي ينتسب إليه. هو كالكثير من أشراف روما المتكبرين والمتعجرفين، لا يستطيع أن يرى أحداً أفضل منه، ويحب ارتقاء المناصب، فهو لا يستطيع أن يتحمل فكرة أن اسم وشهرة النجار الجليلي يتردد في كواليس مجلس الشيوخ في روما بينما يعيش هو وويتيليوس في الهوامش المنسية من الجميع. إنني أشفق على عيسى أيها السادة، هذه المرة وقع في مواجهة شخص سيء. تصوروا ماذا يدور في خاطر فيليكس في هذه اللحظة. البروكنسول أنطونيوس فيليكس هو الرجل الذي استطاع أن يهزم أكبر ساحر يدعي النبوة في العالم كله. أجل أيها السادة، صدقوني إن هذا وحده يعتبر أكبر فخر لصديقنا. صحيح هل فهمتم الآن؟ لدي سؤال لك أيها المعلم الصالح، ألست رجلاً مقدساً وصادقاً؟ أخبرني إذن، ما هو الثواب الذي سوف نحصل عليه نحن خدام الشريعة في الجنة من الرب الرحيم؟ ها؟ احذروا من الذين يتكلمون معكم بلغة التقديس، لأنهم يضللونكم ويشتتونكم، سيبعدونكم عن الله كما أزل الشيطان أبوين الأولين آدم وحواء. أيها الرجل، نعم أنت، ألا تعرف أن في هذه الدنيا لا أحد صالح غير الله؟ ليس عبثيا قول الرب في سفر أشعيا: يا عبادي، حقا من يتحدث بالتقديس إنما يضلكم. الويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم لا تعملون حالياً طبقاً لقواعد الشريعة الإلهية. أنتم تغلقون أبواب ملكوت السماء بوجه البشر، أنتم لا تدخلون إلى الملكوت ولا تسمحون للناس أن يدخلوا أيضاً. أيها المرشدون العمي، أيها الكاهن، سأجيب على سؤالك. لقد سألتني ما هو الثواب الذي ستحصل عليه في الجنة أنت وأصحابك. من يعمل من أجل الأجرة لا يحب رب عمله. أيها الكهنة، وأنت يا حضرة رئيس الكهنة الذي تسمع صوتي وأنت مختبئ وراء العمود، الحق أقول لكم من معرفتي لما قاله الله على لسان نبيه أشعيا: ربيت عباداً ورفعت منزلتهم، ورفعت مكانتهم، ونظروا إلي نظرة الصغير. يا عيسى، ما دخل كلام الله في سفر أشعيا بما سألتك عنه؟ كيف تقول ما دخله؟ أنت أخبرني، ماذا فعل بنو إسرائيل مقابل النعم الإلهية؟ كم من الأنبياء الأطهار قتلوا على يدهم؟ كم مرة قاموا بتدنيس النبوة؟ كم مرة وقفوا في وجه الشريعة الإلهية وعصوا أوامرها؟ كم من الناس تحولوا لعبادة الأصنام بسبب ذنوبكم أنتم يا جماعة الكهنة؟ كم
كم تقومون بتحقير الأوامر الإلهية بسلوككم السخيف؟ والآن تسألونني بماذا سيكافئكم الله في الجنة؟ يا عيسى، قل لنا يا عيسى، في أي قانون وشريعة ورد أنه يتم الإجابة على الكلام الهادئ واللطيف بكلام عنيف؟ ها؟ أقسم بوجود الله إنكم لن تسمعوا مني أي تملق ما حييت، وإنني لن أقول لكم سوى كلام الحق. والآن توبوا عن معاصيكم وعودوا إلى الله كما فعل آباؤكم وأجدادكم من قبلكم. لا تجعلوا قلوبكم قاسية.